وللمتابعة والتحليل تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة جيهان جادو، عضوة المجلس المحلي بمدينة فرساي الفرنسية. دكتورة جيهان، كيف ترين انعكاسات موجة التضخم العالمية على الاقتصادات خاصة في أوروبا؟ اليوم هناك أنباء حول ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية في بلدان متقدمة، نتحدث عن ألمانيا، نتحدث أيضا عن فرنسا. نعم، أهلا بكم مشاهدينا. بكل تأكيد أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدا جدا على معدلات التضخم في الاقتصاد العالمي، خاصة يمكن في بعض السلع الأساسية التي دائما وأبدا يعني يسعى إليها المواطن سواء في أوروبا أو في العالم. يمكن القمح هو من أولى المحاصيل أو من أولى يعني التضخم فعلا في أسعار القمح. هذا بشكل كبير أثر على ارتفاع الاسعار بشكل كبير جدا جدا في سواء في فرنسا او في اوروبا او ايضا في العالم اجمع. هناك ايضا العديد والعديد من السلع، يمكن الزيت الخاص بعباد الشمس طبعا، هناك في قله كبيره جدا جدا وعدم توافر هذه السلع التي تعتبر من السلع الاساسيه في العالم اجمع. فطبعا بكل تاكيد الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت بشكل كبير جدا على ارتفاع الاسعار، على ايضا احداث بلبله كبيره جدا في الاقتصاد العالمي. هذا ما استدعى الامر بان تقوم فرنسا على هبه الاستعداد، يعني استعدادا لمواجهه هذه الاسعار او الغلاء في الاسعار التي سوف يلاحظها بشكل يعني شيئا فشيئا المواطن الفرنسي، وتؤثر على الحياه المعيشيه سواء في فرنسا او في اوروبا بشكل عام. نعم، يعني هذه الاوضاع المعيشيه ينطبق عليها ايضا الغذاء. ما من شك أن العملية الروسية في أوكرانيا تسببت في أزمة عالمية في سلاسل الإمداد الغذائية حول العالم. إلى أي مدى يعني تأثر المواطن الأوروبي بهذه الأزمة، وهل يستجيب لنداء الحكومات الأوروبية بتقليل الاستهلاك؟ بكل تأكيد هو مما لا شك فيه أنه لا يوجد بديل عن الإرشاد والإنفاق أيضا في السلع الخاصة، ده لأن الحقيقة المواطن تأثر بشكل كبير جدا، وأيضا ندرة بعض السلع ويعني يمكن عدم تواجدها في المتاجر الخاصة هنا في فرنسا أو حتى في العالم أجمع، وليس فقط في فرنسا. نحن نتكلم عن اقتصاد عالمي، ونتكلم أيضا عن أوروبا التي فعلا يعني بها فجوة كبيرة جدا جدا ما بين ندرة في السلع الأساسية وأيضا ارتفاع كبير جدا في الاسعار. يمكن هذا الشكل اثر في الشيء الاساسي وهو العيش او الخبز، يعني الذي لا يستغنى عنه ابدا المواطن. لكن هناك بعض المواطنين بالفعل قد اصبحوا ينتهجون نهج يعني تخزين بعض السلع الاساسيه يعني في خطوة استباقية، لممكن أن يكون هناك فعلا ندرة في بعض السلع الغذائية المتواجدة في المتاجر سواء في فرنسا أو في أوروبا بشكل عام. نعم. فطبعا هذه كلها يعني أنباء تشير بأن هناك ارتفاع كبير جدا في التضخم العالمي، وأيضا الاقتصاد الذي أصبح فعلا متدهورا شيئا فشيئا يلحظه المواطن ويؤثر عليه، يؤثر على المواطن بشكل يعني بشكل شخصي وشكل كبير جدا في الحياه اليوميه، وايضا في يعني ندره لبعض السلع التي قد تاثر بشكل او باخر. هناك تواجد كبير جدا من الحكومات بالترشيد، وايضا يعني ترشيد الانفاق، وترشيد ايضا في استغلال او استهلاك السلع المؤثره. اشكرك الدكتوره جيهان جادو، عضو المجلس المحلي بمدينه فرساي الفرنسيه.